أبرز الأخبار مشاهدينا الكرام من قناة من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر الدائم على تقوية وتعزيز العلاقات مع جنوب السودان على جميع المستويات من خلال أطر التعاون القائمة بين البلدين، وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرادات. أكد السيسي أن مصر ستظل دائما السند والنصير لجهود جوبا في بناء السلام وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والتنمية، مشيرا إلى التزام القاهرة بتقديم جميع أشكال الدعم السياسي والفني وصولا إلى التنفيذ الكامل لاتفاق السلام المنشط، داعيا المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه دولة جنوب السودان في مسيرتها نحو مستقبل أفضل. من جهته أكد سلفا كير أن مصر كانت وما زالت وطنا لشعب جنوب السودان حتى قبل بدء كفاحه من أجل الاستقلال، موجها الدعوة للرئيس السيسي لزيارة العاصمة جوبا لحضور تشكيل الوحدة الحكومية في مايو المقبل. كلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من تقنين أوضاع أراضي الدولة المستولى عليها، مشددا على ضرورة تكاتف كافة الجهود لاستعادة حق الدولة والتعامل بكل حزم مع أي تعديات جديدة. وخلال اجتماع مجلس المحافظين أشار مدبولي إلى أن هناك تكليفا رئاسيا بسرعة إجراء طلاء موحد لواجهات المباني أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما وجه أيضا بسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المباني ذات الخطورة الداهمة التي سبق حصرها وتوفير مسكن آمن بديل لقاطني هذه المساكن. أكد وزير العدل حسام عبد الرحيم أن وزارته قامت بالعديد من الإنجازات في مجال التطور التقني للمحاكم وتكنولوجيا المعلومات خلال العامين الماضيين. جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح أعمال التطوير التقني بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وجزئياتها، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى رفع المعاناة عن المواطنين ورفع مستوى أداء كفاءة الأطراف لتغيير منظومة التقاضي في مصر وميكنتها. تمكنت فرق العمل المشتركة بين التدخل السريع وفرق مشروع أطفال بلا مأوى من تقديم العون والمساعدة للمشردين في محافظات مختلفة، حيث تم نقل حوالي 40 حالة في بورسعيد من أعمار مختلفة إلى مؤسسة رمسيس للرعاية، كما تم تسليم كثير من الأطفال إلى ذويهم. وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن كل من هم بلا مأوى سواء من الأطفال أو كبار السن على رقم الخط الساخن الذي خصصته وهو 16439. استأنف ممثلو الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي اجتماعاتهم اليوم الثاني على التوالي في العاصمة الأردنية عمان لمتابعة تنفيذ بند اتفاق تبادل الأسرى الذي أقر في السويد الشهر الماضي، حيث تعقد اللقاءات بين وفدي الحكومة والميليشيات الذين يجتمعان لأول مرة بعد اتفاق السويد بحضور ممثلين عن مكتب المبعوث الدولي مارتن جريفيث وممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر. من المقرر أن يكشف اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استراتيجية منقحة للدفاع الصاروخي تتناول سبل تعزيز أمن الولايات المتحدة بما قد يشمل نشر طبقة جديدة من أجهزة الاستشعار في الفضاء لرصد وتعقب صواريخ العدو. وستوصي الاستراتيجية أيضا بدراسة تقنيات تجريبية تشمل الاحتمالات الممكنة لنشر أسلحة في الفضاء ربما تكون قادرة على إسقاط صواريخ العدو. أعلن مدعون أمريكيون اعتقال شاب من ولاية جورجيا عمره 21 عاما على خلفية توجيه اتهامات له بالتخطيط لمهاجمة البيت الأبيض من خلال إحداث فجوة بقذيفة مضادة للدبابات ثم اقتحام المبنى بأسلحة وقنابل. قال مدعي عام المنطقة الشمالية في ولاية جورجيا إن حشر جلال وهو من ضحية كامينغ من أتلانتا تم اعتقاله في قضية قدمها مكتب التحقيقات الاتحادي، لافتا إلى أن جميع التهديدات تم تحييدها. ختام الموجز مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.